سلام للجميع. حكيم، بموسم الزراعة طبعا ما كان في شتاء لسه، بعد الأرض ناشفة، ففي ناس بتحب تزرع أنه زراعة الأرض عفير قبل الشتاء، وفي ناس بتزرع بعد ما تأمن أنه الأرض ارتوت. شخص من الأشخاص زرع وتأخر الشتاء لمنه نزل، فصار يقول يا رب ينزل الشتاء مشان الطير ما يأكل الحب. فمرت آي قدام أحد الأشخاص قال له لا تقنطوا من رحمة الله. بنا تفسير لهالكلمات لو سمحت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بالمعادلة دوما في قانون المكافأة بين الطرفين. كلمة ذنب أي ذنب، أي له ذيل، الذيل الكارمي أي الكارم. أصبح هناك ذنوب بسجلات محفوظة بدقة. كيف محفوظة بدقة؟ بتكنولوجيا العصر نفهمها بدقة أيضا. أنواع الخلل، مشاعر والأفكار، بغض النظر أيضا عن الأعمال، الأعمال عم تبقى محدودة بالمادي، ما بالك بمستوى الأفكار الأعمق، بمستوى المشاعر، بمستوى المعتقدات الأعمق. هذا كله تطرف بالمعادلة. اسرف أي اسراف بأي شيء، بأي شيء، بالفكر، بالشعور، بالعقيدة، أي تطرف. حملت نفسك، حمل برنامج على الأثير. الوعي هو المنقذ للنفس، وبالتالي نعود بسفينتنا على حبل نجاة، حبل من نور، ونحن نغني المجد الإلهي لأننا عرفنا أننا قد ضللنا الطريق. فنقول مثل ما قالوا الأولياء، بتستاهل هذه النفس، مستاهلين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أصبحنا أمام معادلة خالقها الله عز وجل، مفاعيلها تتصف بالصفات الإلهية وهي المخلوقات. بالمعادلة دوما في قانون المكافأة بين الطرفين. بالمعادلة في طرف يميني وشمالي. المعادلة، معادلة الحياة، دوما يجب أن تبقى باتزان. فإذا أخسر الميزان بأي طبقة من طبقات الوجود واختلت المعادلة، أصبح لابد من التعديل من خلال قيم أخرى نستجلبها، نجسدها في طبقات وجودنا الأدنى والأدنى، الأكثف والأكثف، حتى يصبح هناك اتزان
أو توازن بالمعادلة الكونية التي تخص الإنسان. نحن خلقنا من الأب النور والأم الرحمة، العقل والنفس، بمعادلة حياتية متزنة فيها جمال وسعة وثراء كل هذا الوجود. طرأ طارئ ما، هذا الطارئ الذي طرأ على أحد طرفي المعادلة هي رغبة بعض النفوس باختبارات لعوالم أو طبقات وجود أو تجارب حياة تخصها، فبالتالي ولكون الخلق الشمولي المعبر عنه بما يسمى العقل الشمولي أو العقل الكلي، النفس الكلية، أصبح لهذا العالم، عالم الأحدية، طبقات متعددة مثل البيضة التي كانت خلية واحدة فانقسمت وتوالت عملية الانقسام الخلوي ليصبح هناك في كل خلية نفس المعلومات عن العقل والنفس ولكن باتجاه مختلف، لتسكن الخلايا لاحقا في أماكن معينة محددة من الكائن الحي الذي سيخرج إلى الوجود. مثلا خلايا الكبد تختلف عن القلب، عن الخلايا العصبية، عن الخلايا العضلية، العظمية، الدموية. نفس الشيء، نحن كنفوس ولدنا بأمكنة مختلفة على سطح هذه المعمورة ضمن عقلنا الحالي الآني، سنقتطع من كل هذا الوجود فقط وجودنا المكان الزماني على الكرة الأرضية الآن. هذا الخلق بمكان ما يعتبر بالبدايات كان ثريا، كانت الأرض خصبة، كان كل شيء باتزان حتى الفصول، ولا داعي لجهد كبير لتحصيل الرزق. ولكن الإنسان من خلال وجوده بمكان وزمان أصبح هناك ما يسمى تنافس مع الخلايا الأخرى أو الأفراد. هذا التنافس ترتب عنه مشاعر بالحسد، بالحقد، الكراهية، الغضب، الاستياء، تراكم المشاعر من خلايا الوجود أي الأفراد أي الأشخاص أدى لهيجان بالأفكار، هيجان بالواقع الحسي. أصبح الإنسان وكأنه غير مرتبط بمركز الغنى الأعظم بداخله، وكأن الخلية بدأت تنسخ معلومات غير معلومات نواتها، وكأن الخلية أصيبت بفيروسات ما، بدخلاء، بغزات، أصبحت الموجة منحرفة. وكذلك من أدمغتنا يطلق موجات منخفضة التردد ليست بعلو الرفعة والسمو الأحدي، وبالتالي أصبح هناك صراع. تعتم الأثير، الفضاء أصبح هناك غيوم داكنة سوداء، تراكمت دخان الذنوب. ما هي الذنوب؟ كلمة ذنب أي ذنب أي له ذيل، الذيل الكارمي أي الكارم. أصبح هناك ذنوب أي ذيول كارمية، حبل من نسد يلف على أعناق أهل الأرض من خلال نواياهم، أعمالهم، مشاعرهم، أفكارهم. هذا الحبل الكارمي الذي يعبر عنه بكلمة الذنوب موجود نسخة معلوماتية عنه لكل هيكل فردي منا بالكلاود، اسمع، بالموبايل والتحميل على الكلاود، على الغيوم، نسخة عن كل سجلنا موجود بالأثير.
سموه سجلات الأكاشا أو الفضاء. بالتالي لكل إنسان في قدر فردي في سجل معين، وقد أحصى كل شيء عددا، ما بالك بتواجد مجموعة من الآلاف من الملايين من البشر في مكان ما. أصبح هناك سجل جمعي يعبر عن كارما جمعي أو تراكم الديون الكارمي. شو يعني الذنوب؟ أصبحت هذه الكلمة مستهجنة بالوقت الحالي، لأن كثير من الأجيال بدأت تستنكر الأديان بسبب سوء بالكثير من التفسيرات، بسبب سوء تصرفات الكثير من رجال الدين. هذا الاستنكار لا يجوز بأي شكل من الأشكال، لأننا نستنكر شيئا ما من وجودنا. بالتالي تراكم ما يسمى ذنوب الناس أو أعمالهم أو أفكارهم، أصبح هناك غيوم سوداء بأثير الأرض. إذا اختلت المعادلة، معادلة وجودنا النفسي نتيجة إطلاق مشاعر السوء بيننا والتنافس والاستياء، نسخ معلوماتية عن قدرنا الفردي موجود، وأيضا في عنا ما يسمى الكارما الجمعي أو القدر الجمعي، تراكم بسجلات محفوظة بدقة. كيف محفوظة بدقة؟ بتكنولوجيا العصر نفهمها بدقة أيضا. لاحظ أن السجلات فردية أكانت للأفراد أو للشركات، سيرفرات محفوظ عليها كل الأعمال، نسخ عن كل شيء، حتى لو عم تحذف يحتفظوا بكل شيء، حتى لو أنت حذفت أي أنت نسيت، حتى لو أنت عشت نسيان ما الذي فعلته، سجلك محفوظ بأيدي أمين. بالتالي لتستمر المعادلة الإنسانية بالوجود بتوازن، يترسب ما يسمى الكارما الجمعي أو الذنوب بشكل تبدل بالفصول، حرق المحاصيل، جفاف، تغور المياه، الحروب، الأوبئة، الأمراض، الكوارث، الزلازل، البراكين، فيضانات. مو لازم تصير، إنسان مو مخلوق بتاتا لكي يعاني، أما هو عن الخلل بمعادلة الطبيعة، بمعادلة الحياة. وأكبر أنواع الخلل مشاعر والأفكار، بغض النظر أيضا عن الأعمال، الأعمال عم تبقى محدودة للنادي، ما بالك بمستوى الأفكار الأعمق، بمستوى المشاعر، بمستوى المعتقدات الأعمق. هذا كله تطرف بالمعادلة، وبالتالي سينعكس على تحصيلنا للمعيش، على الرزق. لاحظ أصبحنا نبذل جهدا كبيرا لنحصل الرزق. من هنا بدأنا ننافس أصلا حتى الكائنات الحية الأخرى، لا نرحم الطير ولا الشجر ولا الحجر، نصرف بالمياه، نحرق بالنار، نتكلم أي كلام، نسيء بكلماتنا بألسنتنا، كله يتراكم علينا كوعي جمعي. فما بالك أيضا بدخان المصانع والاستغلال وتسليع الجمال وما يترتب عليه من سلخ جلود للحيوانات وقتل وأنين، كله يترسب كارما جمعي. بالتالي الله عادل ورحيم، ميزان العدل لابد أن ندفع ثمن كل خلل. عدل في معادل، لابد أن يترسب الخلل الأثيري الفكري أو الشعوري أو العقائدي بالمادة، فيحدث ما يحدث وما نرى.
تجسيد أو ترسيب دخان الذنوب لا يعني عقوبة إلهية بل رحمة. لماذا؟ لكي نبقى محافظين على وجودنا الإنساني مقبولين بالرحمة الإلهية لكي نعود لنتطور بالوعي بعد أن ندفع ثمن مخالفاتنا من خلال ترسب البرامج العميقة المعيقة على التطور والترقي بالوعي ترسبها في واقعنا الحياة المعاش. لو أننا يعني نجحنا باتزان داخلي عميق بعدم الحكم والتكفير والتقييم، مشاعر إيجابية، تعاون على الخيرات، أفكار خلاقة، ما في حاجة بتاتا لأن يحدث أي خلل بأي مستوى، ما في حاجة بتاتا. وفي عوالم تغني هذا الجمال، تعيش هذا المجد، يسر من هذا الثراء الكوني. أما نحن فقدنا بعد أن كان معنا. فإذا بالعدل الإلهي فعلا يحدث ما يحدث الآن بنا كجنس بشري. ممكن كارماك أو قدرك الفردي نقي، أما قال ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. المستفائل اللي نشوفها كانت على الانترنت او بالواقع من خلال اطلاق الاحكام والتكفير والتقييمات، من خلال هذا اللعن والسباب والشتيمة باسم الاديان والمذاهب، هذه المشاعر السلبية، هذه التنافسات الانانية، هذا الاستياء، اين يتراكم بالاثير الجمعي؟ لنفرض انك قد نمت في الليل فأتت ناموسة ولدغتك، لسعتك، امتصت من دمائك. الصباح ربما بتلاقي نفسك ملسوة من قبل ناموستين ثلاثة، أما الموجودين بكثرة. ما رح تعمل محاكمة إلهم، رح تبيدهم إبادة جمعية، منهم بريئين. أما رح تطردهم لعالم آخر أدنى من أن يتمتعوا بدفء المكان اللي أنت فيه، أو رح يحل عليهم الكارثة الجمعية. طبعا في أبرياء كثير من بينهم ما لهم ذنب، أما ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ويا ما أكثر السفهاء بكل المستويات خصوصا العقائدي، وهي أساس البلاء. فبالتالي أين الرحمة؟ الرحمة أنه سمح لنا بميزان عدله أن تتجسد برمجياتنا السلبية لتبقى معادلة الحياة بمقاماتنا المختلفة باتزان. كلية المعادلة بالطبقات السبعة لوجودنا المادي والطاقي والعاطفي والعقائدي والكوني والقدري والروحي، هذه المستويات السبعة أي خلل ترسب بتعديل، هي بيسموه استفقاد الله رحمة. بالتالي اللي بيفهم هاي النظرة الواسعة يدخل للرحمة الإلهية من أضيق الأبواب، اللي ما بيفهمها لا يرى الله إلا من أوسع باب. يريد أن يدخل من الباب الواسع، أي باب اليسرى والبحبوحة والثراء. هي هيك الأصول. أما مع الأسف بالميزان العادل طبق علينا فضاق الباب. ضاق الباب أي تعدنا كثيرا عن الرحمة الإلهية. كيف نبتعد عن الرحمة الإلهية؟ من خلال اختياراتنا وأعمالنا وأفكارنا تراكمت
حجب البرمجيات أي غيوم سوداء، وبالتالي حجبت عنا شمس الحقيقة، فلا تنعكس من على مرآة القلوب النقية. لنفرض أنك كنت بباخر وقد ضلت الباخرة الطريق وجهها يومين، القبطان فجأة وعي صحي أنه باخرة إلها باتجاه معاكس يومين، هل بمجرد أن وعي لهذا الكلام المعنى نحن البشر، هل بمجرد أن هدينا سواء السبيل سنعود للنقطة التي ضللنا الطريق منها للنقطة ب التي استهدينا من جديد أننا ضللنا الطريق؟ الآن ضللنا الطريق يومين، سندفع يومين للعودة. الرحمي أنه قبيلنا أن نعود، الرحمي قبيلنا أن نعود لنتابع السير نحو بر الأمان. العدل أن يتأخر من المسير يومين بمقدار الضياع، هي معادلة الحياة. فبالتالي نحن ندفع فاتورة أعمالنا الفردية والجمعية، فلنرضى بهذا الوعي. ما عم قول إنك ما تسعى جهدك لتحسين العيش ولكي تتعاون مع كل الناس، ما بقصد بهذا الرضا خنوع. دوما فكر البشر عم يأخذ طابع متطرف. بقصد إنما أعمالكم ترد إليكم، وبالتالي نحن من سوء أعمالنا يحدث لنا ما يحدث. فلنصبر على زمن يمر لندفع ثمن ضلالنا. هي بصير في غفران ميزان العدل أن ندفع ثمن الضلال. ندفعه بماذا؟ نقص في الأموال والخيرات والأنفس، شرحناها مرة. فبالتالي دوما الرحمة الإلهية موجودة، أبواب رحمته دوما مفتوحة. أما ميزان العدل موجود، هذا هو عامل الزمن، عشان هيك نحن موجودين بالزمن. يعني الآن أصولا تفوت لهي الإشراقة الواسعة الآن، ما في زمن، ما بتقدر، عليك عقوبة بسجن اسمه سجن الزمان والمكان. فإذا رجعنا قعدنا الآن بعد هذا الشرح الآية الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ الرحمن الرحيم، شوف وسعت رحمته السماوات والأرض. إذن حقيقة أن بدك تدفع الثمن بميزان العدل، إنه رح يقبلك هو دوما، وين ما ضليت وين ما رحت رح يقبلك. أما بيتأخر شوي دخولك لجنة الرحمة الإلهية، لأنه بيتطبق عليك ميزان العدل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا أي إسراف بأي شيء، بأي شيء، بالفكر، بالشعور، بالعقيدة، أي تطرف. حملت نفسك، حمل برنامج على الأثير. لا تقنطوا من رحمة الله، قل لا ييأس من روح مولانا إلا الكافرون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن تيأس، أن تقنط من روح الله، أي من رحمة الإله. الرحمة صارت بمثابة الروح الحي فينا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، لاحظ كلمة جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. كل واضح وما في تناقض. أما عامل الزمن هو اللي مخلينا الآن ندفع فاتورة عدل الضلال. إن شاء الله الكل بيكون بهي الرحمة، بيكون في هذا الفهم، هذا الفهم والوعي هو المنقذ للنفس، وبالتالي نعود بسفينتنا على حبل نجاة، حبل من نور،
ونحن نغني المجد الإلهي لأننا عرفنا أننا قد ضللنا الطريق، فنقول مثل ما قالوا الأولياء: بتستاهل هذه النفس، مستاهلين، مستحقين، مستحقين، مستاهلين. لما أنت بتقول هيك معناها اعترفت فعلا أنه أنت ضليت الطريق، والآن تستعيد النقطة ألف وستستعيد الترقي، أما أخذت التجربة وهذا المهم، أخذت التجربة، تجربة الحياة، وهي نعمة كبيرة كثير، ما عاد بتعيدها، ما عاد تضل سواء السبيل من جديد. سلام لك، شكرا للسؤال، وسلام للموجودين، وسلام للي راح يتابعونا يا رب.